استعرضنا فيها بداية الوضع الأمني في البلاد، وفي المقدمة لابد لي باسم مجلس الوزراء أن أوجه تحية إكبار وتقدير ووفاء لشهدائنا الأبرار الشهيد الملازم محمود جمال الدين والشهيد المفتش الأول عبد الكريم حضرر، فهم بحياتهم بإقدامهم بشجاعتهم أفضوا الوطن كل الوطن، وهم جزء لا يتجزأ من قوانا ومؤسساتنا وأجهزتنا الأمنية والعسكرية في البلد، إضافة إلى كل مواطن خفير اليوم. فالوعي والإدراك عند كل المواطنين أيضا يتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية. يجب أن نسجل بأن تمكن المؤسسات الأمنية في ظل استتباب الأمن من ضمن الخطة الأمنية التي اعتمدت من 3 أشهر أتاح الفرصة أمام فرز الأمور. هناك بلد آمن ومستقر من أقصى جنوبه لأقصى شماله، من أقصى شرقه لأقصى غربه، وهناك استهداف أمني إرهابي للبلد بشكل شرس، لا أخلاقي، لا إنساني، إجرامي بكل مواصفات الإجرام. وأبرز ما في ذلك الاستهداف هو محاولة النيل من وحدتنا الوطنية. الوحدة الوطنية هي اللي أمنت الخطة الأمنية في البلاد. الوحدة الوطنية هي اللي أنجزت خطوات إجرائية في مجال مؤسسات الدولة وإداراتها. هالخطة هي اللي بالوحدة الوطنية نجحت على كل صعيد. يأتي اليوم من يريد أن يعكر هذه الأجواء. علينا نحن كلبنانيين أن ندرك أن تعكير هذه الأجواء بيدنا نحن، ليس بيد هؤلاء الأعداء. بيدنا نحن بوعينا وبإدراكنا بتحسبنا، والحمد لله لليوم مكننا من استباق هؤلاء الأعداء، أفشلنا لهم أهدافهم، وإفشال هذه الأهداف تعزز وحدتنا الداخلية. نحن في مجلس الوزراء متضامنون مصممون على المضي في كل ما يعزز المواجهة. وفي هذا المجال علي أن أوضح أن متابعة الإجراءات والخطوات وكل مستلزمات أمن البلد لن يتوقف. وتحية أيضا كبيرة لكل الأجهزة الأمنية على هذا الجهد وعلى هذا النشاط الاستباقي الذي احتوى مخططات الإرهاب ومخططات الفتنة في البلد. كذلك بهالمناسبة بدي أتمنى من خلال ما تم بحثه أيضا في مجلس الوزراء اليوم من الشراكة اللي بيننا وبين الإعلام في هذه المرحلة الصعبة. نحن في بلد ديمقراطي
الحرية والشفافية فيه أمر أساسي، أمر منتنفسه منعيشه. وأبرز يمكن وسائل احتضان هذه الديمقراطية، هذه الحرية، هذه الشفافية هو وسائل الإعلام، ونحن نحسد على ذلك، على وسائل إعلامنا اللي بتواكب واللي بتعطي للبنانيين، كل اللبنانيين الحقيقة، تعطيهم الواقع، تمنع من تخبئة الأمور، تمنع من ضياع الأمور. لكن كمان بدي أتمنى على وسائل الإعلام شركتنا في هذه المرحلة أن تعتني قدر الإمكان بتغطية هذه الأحداث الأمنية. ليس مصلحتنا من مصلحتنا ولا من مصلحة الوطن ولا من مصلحة وسائل الإعلام أن تكون التغطية مفتوحة وكأن عم ندور على حدث، كأن عم ندور على إبقاء الحدث. يعني بالأمس صار اللي صار، صادفت أنا كنت عم تابع وسائل الإعلام، وجدت بعض الوسائل الإعلام عطيت ساعة ونص تغطية للحادث، نعرف شو هو الحادث، نعرف طبيعته، نعرف حدوده. بعد ساعة ونص انتقلت لبرامجها وسائل الإعلام، قعدت ساعتين وثلاثة تكمل التغطية، تفتش من هون ومن هون عمين يحكي يا كلمة، ما واضح، صارت الأمور واضحة. بتأمل أنا أنه نعتني بذلك، وبقدر ما نحن كمسؤولين عم نصارح وعم نطلع الجميع وما عم نخبي شيء، طالما وسائل الإعلام يجب أن تعي أهمية ودقة المعلومة. يعني التنافس والتسابق للمعلومة أمر ضروري في وسط الإعلاميين، ولكن ليس هو يعني الذي يراد به باعتقادي أنه في هذا التنافس وهذا التسابق أنه لا سمح الله نظهر معلومات دقيقة وحرجة. أنتم عارفين مواجهة هذا الإرهاب مش عملية سهلة، مواجهة هذا الإرهاب تتطلب الكثير الكثير من الكتمان ومن السرية ومن المتابعة الدؤوبة، بتاخد يوم اثنين، جمعة جمعتين. ما بيجوز في التسابق الإعلامي أنه يعتبر تسريب معلومة فوز كبير، لأنه عم ندفع كلنا ثمنه في لبنان. فتمنياتي لوسائل الإعلام، واللي أيضا سأسعى في الأيام المقبلة أن يكون لي لقاء معها للتداول في هذا الأمر، لأنه مثل ما قلت في البداية هي أحد أسلحتنا الأقوى في مواجهة الأوضاع الصعبة. فبالتالي بتمنى أنه ناخذ الأمور بكثير من العناية وبكثير من وضعها في حجمها وعدم تضخيمها، لأنه مردوده عم يصير سلبي علينا. كما قلت في البداية أنه أجواء الأمن في البلاد باستثناء هذا الاستهداف مستقرة ومتينة وممسوكة، وستستمر كذلك، ولن ينجح لا مخطط ولا إرهابي كائنا ما يكون أن يزرع لا سمح الله الفتنة بيننا أو أن يستهدف وحدتنا الوطنية. لن نتساهل في ذلك في مجلس الوزراء ولا في أي موقع مسؤول. ومجلس الوزراء اليوم مثل ما بتعرفوا عنده مهمة هي دائمة في تعاطي وتسيير السلطة الإجرائية في البلد، ولكن أضيف عليها اليوم بموجب المادة 62 الوكالة المنوطة بمجلس الوزراء بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية. كلنا بنعرف أنه عم نمر بمرحلة سياسياً ودستورياً غير مريحة. البلد اللي ما في رأس وغايب عنه مش مثل البلد اللي في رأس يدير الشؤون ويشرف عليها، كما نحن في لبنان نسعى دائماً.
ونحن في مجلس الوزراء بالذات بصلب بياننا الوزاري كان مناشدة الجميع بالسعي إلى إيجاد كل مستلزمات انتخاب رئيس للجمهورية. ما زلنا في مجلس الوزراء. هاجسنا الأكبر الأمر كما أعتقد أنه هاجس كل المؤسسات الأخرى، وإلى حين إتمامه نعم في حالة غير عادية موجودة. كيف بدنا نقربها نحن كوكلاء في مجلس الوزراء؟ أكيد ما حنقدر نقربها إلا بالتوافق. خارج التوافق لا مقاربة لهذه المسؤولية. بالتالي أخذنا على عاتقنا، وأنا شخصيا سعيت مع كل القوى السياسية اللي ممثلة في الحكومة الائتلافية حكومة المصلحة الوطنية على أنه نعتمد التوافق في كل دورنا وفي كل صلاحياتنا وفي كل سلطتنا. ما حنقدر نعالج هالمرحلة الصعبة إلا بالتوافق، وكل أمر ما بيحوز على التوافق نضعه جانبا. لن نذهب إلى مكان خلافي في تحمل وإدارة مسؤولياتنا على مستوى السلطة الإجرائية. كل أمر يجب أن يخضع إلى توافق كل مكونات الحكومة، كل مكونات مجلس الوزراء. هذا أمر أنا حريص عليه شخصياً، والقوى السياسية تجاوبت معي فيه بالكامل، واليوم مارسناه. اليوم استعرضنا جدول أعمالنا، مواضيع اللي شفنا أنه ما إلى توافق حطيناها على جنب، مواضيع اللي توافقنا عليها أقريناها، كما أنه أقرينا بصفتنا وكلاء بموجب المادة 62 كيف نمارس هذه الوكالة. أيضا بالتوافق كيف تصدر المراسيم، كيف يتم التوقيع عليها، كل ذلك إجرائيا تم التوافق عليه، ولن يكون هناك مجال لمكان ضعف أو نقصان أو أي خلل في هذا الأمر. طبعا هي حالة مش عادية كما قلت، هي حالة استثنائية، وبالتالي نعم محتاجين إلى تفاهم استثنائي بين بعضنا البعض لنقدر نمررها بشكل يعطي نتيجة إيجابية في البلد. أكيد جدول أعمالنا اليوم كان في شؤون مالية، شؤون وظيفية، شؤون عقارية، اتفاقات، هبات وغيره اللي أقريناه منها أقريناه، وبالتالي ستصدر بمراسيم كما العادة هي، ونسعى في ذلك إلى تسهيل عمل مجلس الوزراء كما سنسعى في ذلك إلى تسهيل عمل كل الإدارات في البلد. هناك ستواجهنا مواضيع مهمة، مواضيع دقيقة، إن شاء الله نقدر كما تعهدنا كلنا أن نواجهها بإيجابية، نواجهها بما ينفع الناس، ما ينفع البلد، ما يواكب شؤون الناس، ما يواكب شجون الناس وشؤون البلد بشكل إيجابي وفعال. هذا اللي عندي لكم إياه اليوم، واللي بيساعدني أن يكون في موقع مليء بالثقة، بالتصميم، بالثبات من قبلي ومن قبل كل مكونات الحكومة لتحمل مسؤولياتنا كاملة بهذه الظروف العصيبة. دولة الرئيس اليوم قبل مجلس الوزراء يعني طلع موضوع اعطاء التأشيرات المسبقة للرعاية الخليجية من البلد، بدا هناك تباين في المواقف والرأي من قبل الوزراء. أين الضرر بإعطاء هذه التأشيرات وبالمعاملة بمثل، طالما أن الإرهاب بحسب ما قال السفير السعودي اليوم في لبنان يطال لبنان ويطال المملكة، وبالتالي يعني بكل بساطة
مش مواطن أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة من بلد معين بده يغير إجراء كامل. ما عم نحكي عن ألوف الناس إجت بموجب هذا الأمر وبالتالي صار بده مراجعة هذا الأمر. نحن بلد بحاجة إلى كل الناس، إلى كل المحبين وخصوصا من دول الخليج أن يأتوا إلينا وأن ينعموا في ربوع بلدنا. واجبنا نحن نعزز إجراءاتنا، نعزز احتياطاتنا الاستباقية لمنع أي تسلل للي بدهم يضروا ببلدنا، بس مش لدرجة إنه نحن نعرقل على نفسنا، نعرقل على حالنا. أصلا المواطنين هؤلاء الدول يعني مش تأشيرة حالة تمنعهم يصيروا إرهابيين أو ينفذوا أعمال إرهابية، مش تأشيرة أو عدمها هي اللي بدها تعمل لهم حاجز. ما هدول في وسائل عديدة لتحركهم لتنقلهم ما بتتوقف على القصة. أما الأمر يتوقف على وعينا وعلى إدراكنا وعلى تمحيصنا وتدقيقنا بهالأوضاع. ولهلأ يعني نجحنا الحمد لله، لهلأ نجحنا. وهون بحب أقول إنه إيه، ما في حدا يستكين يرتاح. لا، أحبطنا ثلاث استهدافات ما قدرت تحقق أهدافها، ولكن قد يكون هناك مخطط يعني لاستهدافات أخرى. فنفس الجهوزية، نفس التعاطي، نفس النشاط للقوى والأجهزة الأمنية بده يستمر. وإن شاء الله مرة ورا مرة بنحبط دايما اللي بده يستهدفنا وبده يستهدف بلدنا كائنا من يكون. دكتور رئيس، حضرتك تحدثت عن مواضيع خلافية، من يحدد هذه المواضيع الخلافية حتى توضع جانبا؟ هل في لائحة محددة بذلك؟ وهل الدور متروك لحضرتك لتحديد هذا الموضوع؟ والسؤال الثاني، كان في اعتراض من قبل بعض الوزراء ولا سيما وزراء تكتل التغيير والإصلاح والتيار الوطني الحر تحديدا عن مسألة سير عمل أو صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوقيع المراسيم. كيف ترجم هذا الاتفاق، هذه الآلية؟ من سيوقع؟ هل سبع وزراء هم ممثلين الكتل؟ هل الوزراء اللي حاضرين بكل جلسة هن راح يعني هن اللي راح يوقعوا المراسيم؟ لو سمحت حضرتك يعني بالنسبة لموضوع المواضيع الخلافية، نحن اعتمدنا، أنا أخذ قرار بأنه اللي كنا دائما نعتمده بعند توزيع جدول الأعمال اللي هو 48 ساعة قبل الجلسة، ضفنا عليه يومين زيادة صار 96 ساعة، كمان أربعة أيام ليكون الكل مرتاح. لأول يومين ياخذوا وقتهم الوزراء بصفتهم وكلاء في هذه المرحلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية، فياخذوا وقتهم بيجوا بيقولوا لنا مثل ما كان يصير مع فخامة الرئيس انه والله في هالبند في هالموضوع بنتمنى احنا تعطونا وقت اكثر عليه، هيدا نحن مو موافقين عليه. انا باخذ هالمعلومة، باخذ هالوضع، بيرجعوا لي كرئيس للوزراء، بيجي على الجلسة باول جلسة بقول هيدا جدول اعمالنا 30 بند 40 بند اللي هو في موضوعين ثلاثة طالبين احد الافرقاء السياسيين انه نأجلهم، ما عندكم مانع؟ بالتوافق من تم بيتم تأجيله. صار خلاف، لا فريق بده يأجل، فريق ما بده يأجل، كمان بيتأجل لأنه نحن ما بنروح على الخلاف، قررنا ما نروح على موقع خلافي. بالتالي هناك فريق سياسي بده يطرح شيء من خارج جدول الأعمال، هذه كانت صلاحيات كمان عند رئيس الجمهورية، يقدر يقترح بطرح شيء من خارج كمان بأول جلسة، بنقول هالفريق طارح. تعطيل العمل لا ابدا، والبرهان انه اليوم ما تعطل العمل. اليوم اصدرنا كم بند؟ 38 28 بند ما تعطل. لا بالعكس، هيدا بيعطي فرصه لنكون كلنا متوافقين ومتفاهمين. بيجي باول جلسه بيقول من خارج جدول بدنا نقدم، في توافق بالمبدا على طرحه، اذا توافق بنطرح منه شو، اذا ما صار توافق من اجله لمره ثانيه. بالنسبه ل وهيدا امر انا واضح فيه، يعني سمعت كلام كثير بالإعلام عن لجان وعن مني مجلس وزراء وعن هذه واضحة صريحة رئيس مجلس وزراء فيها، ما فيها لبس.
أما على التوقيع اللي عم تسألي عنه، نعم نحن يعني مادة 62 بتقول إنه تناط بمجلس الوزراء، ما عم تقول تناط بالحكومة، تناط بمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء في له صفحة ونص بالدستور كيف بيشتغل. الحكومة ما إلها وصف كيف تشتغل، بتستعملوها كتعبير لوصف الحكومة عندما بتتشكل، عندما بتستقيل، وهل مجرى في مواد عديدة بالدستور، وإنما مجلس الوزراء له وصف كيف بيشتغل. فمجلس الوزراء أيضا بجو التوافق، لما بيكون توافق على البنود في مجلس الوزراء من الطبيعي انه بده يقرها بمراسيم، البعض منها يقر مباشرة بدون مرسوم وهذا بياخذ مجرى الطبيعي، والبعض اللي بده مراسيم طبعا يصاغ بشكل مراسيم ويعرض على الوزراء بجلسة بوقع اللي موجود بوقع، ما عندنا حرج. كذلك بالنسبة للمراسيم اللي بتجي من خارج مجلس الوزراء، المراسيم العادية هاي بتجي بتصب برئاسة مجلس الوزراء، تعرض بها الجلسة اللي عم بيصير فيها التوقيع. في عنا كمان هالمراسيم موافقين الكل عليها، في حدا معترض كمان بالتوافق، اللي موافقين كمان تمرق بتتوقع عليها. هلا بيتوقع عليها، حرصنا نحن بعملية التوقيع انه حد ادنى عملية التوقيع انه كل القوى السياسية بالحكومة الائتلافية يكون على الاقل في وزيرها معهم بيوقع. مين هالوزير؟ كل مرة وزير هيدا لأن الوزراء اللي مش موجودين يمكن ما يكونوا قادرين يوقعوا، مين في عن القوة السياسية بيوقع؟ فما في شيء ثابت، كله متحرك لتسهيل العمل. نعم بحب أقول شغلة، أنه فيها الوظيفة فيها المهمة قد يقال في مكان ما أنه إيه ممكن بكرة يطعن بهذه المراسيم، لأنه المادة الدستورية ما واضحة تفصيل، واضحة عنوان. نحن عم نجرب نعطيها الصدقية ونعطيها الشرعية الأقوى لا تقدر تكون موجودة، ولكن انه ننفي امكانية حدا بيقدر حدا يطعن، بس لانه ما في وضوح بالدستور فيها. ونحن ما عم نشكل لا اعراف ولا دستور جديد، عم نمارس وعم نمارس على قاعدة تسهيل الامور، حرصنا على انه نسهل، لانه نحن اللي من عم نتوافق بمجلس الوزراء على البنود هي بنود بتخص الناس، بتخص البلد، مش بتخص مجلس الوزراء، بتخص البلد. فبالتالي كيف بدنا نسهل لها تطبيقها وتشريعها وخروجها بالطريقة الأوفر والأسهل لنا حظا لتنجح. فكان من هون اللقاء يعني القرار بأنه يكون في توقيع قدر عدد الممكن من الوزراء على أن يكون كل القوى السياسية حد أدنى ممثل، لنأكد التضامن الوزاري أولا ونأكد الوفاق الوزاري على الحكومة. ما في تصويت مرحليا ما حنوصل له، لأنه مرحلة استثنائية هيدا البعد الأقصى اللي بالدستور بتعرفوا بموجب أعمال مجلس الوزراء واضح بأنه تقر الأمور بالتوافق، وإذا لم يتم ذلك نذهب إلى التصويت. نحن وقفنا هون على التوافق، إلا ما بدنا نروح بهالظرف الصعب على التصويت. نحن بدنا نقر كل شيء متوافقين عليه إن شاء الله لنعزز وضعنا في البلد. دكتور رئيس، في إحساس اليوم عند الناس إنه الانتحاريين كترانين بالبلد وشبكات إرهابية كتير رغم عمل الأجهزة الأمنية، هل هذا الأمر يستدعي مثلاً إعلان حالة طوارئ؟ مش عم نعمل فانيك للناس، لكن إعلان حالة طوارئ بالحد الأدنى نظراً لتداخل هذه الشبكات الإرهابية بقلب لبنان. نحن على ابواب الصيف، يعني نحن بحب اقول اذا بتتذكروا الصيف الماضي شهدنا حالات استهداف امني بعيار اكبر بكثير من اللي عم نشهده لهلا، وما اعلنت حاله طوارئ. يعني حاله الطوارئ هي الاستنفار، انا عم اقول وعي المواطن، كل مواطن خفير، ونشاط الاجهزه الامنيه يمكن عم بحقق هالغايه اللي عم تتمنيها. بس كمان برجع بقول خلينا نحتوي هالوضع، ما نفلشه.
ما نحن نعمل لحالنا قضية اللي أعدائنا بدون يعملوها علينا. أعدائنا تمنياتهم إنه يخضوا ويسموا الجو بالبلد، تمنياتهم إنه يعكروا كل المناخ بالبلد. نحن منساعدهم على ذلك؟ لا، نحن بدنا نستوعب ونوضع حد لذلك بقدر ما فينا، والحمد لله لهلا قدرنا. بدنا نستمر بذلك، وأنا برجع بقول بتأمل إنه الإعلام يكون شريكنا بذلك. جلالة الرئيس، في معلومات عن استهداف شخصيات سياسية بالبلد؟ معلومات دقيقة بهذا الموضوع؟ لا، ما في. في معلومات عن استهداف البلد، وأنا برجع بقول استهداف وحدة الوطنية بالبلد، زرع الفتنة في البلد. إيه أكيد. هل يتحقق ذلك عبر استهداف شخصيات؟ يمكن، وبالتالي بدنا نكون حذرين على كل صعيد. الطوارئ بشوي تكون كبيرة وقزية للبلد، لكن هل هناك إجراءات على الحدود ستتخذ ولا سيما الحدود البرية مفتوحة على المطار؟ الإجراءات الأمنية عم تؤخذ وين ما كان، على الحدود، بالمطار، وين ما كان، في استنفار، في وعي أمني. ولو ما ذلك ما قدرنا نجمع معلومات تقدر توصلنا لكشف شبكات. انتم بتعرفوا بهالفترة، إضافة إلى هدول الانتحاريين اللي حاولوا يستهدفونا، تم كشف شبكات. كيف تم كشف هالشبكات؟ كيف كم تم شل أعمال إرهابية كمان أكبر وأكثر؟ بمراقبة ومتابعة ودقيقة وتفصيلية بكفاءة عالية للأجهزة الأمنية. وهون بدي أقول كمان عنصر أساسي عم بيساعدنا كتير، هو التنسيق القائم بين هذه الأجهزة. فنحن بدنا هالتنسيق كمان يشمل الإعلام، ونقدر كلنا سوا نقدر نواجه الوضع إن شاء الله. قلت الرئيس بالإطار نفسه سمعنا عن تنسيق بين الأجهزة اللبنانية وأجهزة أوروبية، كان في الوقت سابق أيام المخطفين تنسيق بين بعض الأجهزة اللبنانية والسورية. هل سيصار أو هل هناك تنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، خاصة أن معظم الانتحاريين عم بيدخلوا من الحدود البرية من سوريا إلى لبنان؟ اللي بقدر أقوله وبقدر أكده أنه التواصل بين أجهزة المعلومات وأجهزة الاستخبارات في كل الدول، أمر هيدا بيتم في خدمة الأمن بعيدا عن السياسي. وبالتالي كل ما يحتاجه هذا الأمر، بعتقد الأجهزة بتعرف شو عليها وشو تقدر تقوم فيه، وهي لو ما عندها قدرات التواصل يمكن ما استجمعت هالمعلومات. ونحن بنعرف انه معلومة هالموجة الأخيرة اجتنا من الخارج، اجتنا من الغرب معلومة هلا، وفور ما وصلتنا صار الاستنفار وصار احباط هالمحاولات. دولة الرئيس، اذا كانت التأشيرات لن تفرض على الخليجيين القادمين من دولهم، هل هناك اجراءات احترازية سوف تفرض على الخليجيين القادمين من دول غربية ودول اقليمية في ظل معلومات انه الانتحاريين السعوديين قادمان من منطقة في الجوار الاقليمي؟ طبعا كل التواصل مع كل الدول بما فيها دول الخليج قائم على قدم وساق، لأنه هني متضررين من الإرهاب مثل ما نحن متضررين من الإرهاب. فبالتالي هذه أمور عم تتطلب تنسيق كامل واتخاذ ما يجب من اتخاذه من إجراءات في مع كل أجهزة المعلومات والمخابرات في العالم ومع كل دولها، وهذا اللي عم بيساعدنا. سؤال أخير دكتور رئيس، تحدثت عن أمور توافقية، لكن على ما يبدو أن كثير أمور الناس تشمل ايضا بنود خلافيه، مثل اليوم شفنا موضوع تعيينات الجامعه اللبنانيه. كيف بتوصل الى تسيير امور الناس في وجود بنود خلافيه وعم تشوفها عم تنعكس على مجلس الوزراء؟ السؤال الثاني امي، عم تشوف المؤتمرات الدوليه اليوم في تعزيز للجيش، كل الحكي عم بيكون دور الاجهزه وتعزيز الجيش والى اخره، لكن على ما يبدو انه المؤتمرات الدوليه اللي عم نشوفها لم تاتي باي نتيجه فعليه الى الاجهزه الامنيه اللبنانيه، حتى الاجهزه السعوديه ما شفنا بوادر منها فعليه على الارض. اولا بالنسبه لسؤالك الاول عن اللي صار خلاف عليه وهو موضوع الجامعه اللبنانيه، هذا موضوع ما صار خلاف عليه بس ما صار توافق فيه، وأجل للجلسة القادمة إن شاء الله. من هون للجلسة القادمة بصير توافق فيه ومنتجاوزه. أما بالنسبة لسؤالك عن المؤتمر اللي صار بالخارج بروما لدعم الجيش والمساعدة السعودية، الأمور مش يعني المساعدة السعودية الغير مسبوقة بحجمها
عم تتنفس بدأ التنفيذ فيها، والاتفاق واضح وصريح، وقيادة الجيش عم تتواصل مع الفرنسيين لتسلم كل التجهيزات والمعدات اللي تم التوافق عليها في إطار هذه المساعدة. وفي مؤتمر روما أيضا نوايا كل الدول اللي شاركت كانت كتير إيجابية، وكتير منها عم يتحرك وعم يرسل للجيش خبراء، عتاد، تجهيزات لتقدر تعزز قدرات الجيش اللبناني. لا، ما في تقصير بهالموضوع أبدا، ولكن طبعا نحن كل ما تحركنا كل ما حققنا دعم أكبر، وسنبقى على تحركنا وعلى تواصلنا مع كل الجهات. أنا من عينها اليومين الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا استمعنا إلى رئيس الحكومة تمام سلام بعد انتهاء جلسة الحكومة في السراي. هو حي كل الأجهزة الأمنية على عملها الاستباقي وكشف الإرهابيين وأيضا كشف الخلايا الإرهابية. سلام قال إن الوعي والإدراك عند المواطنين يتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية، والخطة الأمنية مستمرة، ومتابعة هذه الإجراءات والمستلزمات ستستمر لتأمين أمن لبنان وهي لن تتوقف. وهو قال لبنان بلد ديمقراطي والحرية فيه أمر أساسي، أما أبرز وسائل احتضان الحريات هي في عمل وسائل الإعلام التي عليها ألا تكون التغطية مفتوحة لكل الأحداث والاعتداءات الإرهابية. سلام قال إن مجلس الوزراء اتفق على بعض التعيينات والملفات غير الخلافية، وهو أجل ما لم يتم الاتفاق عليه. أيضا قال بشأن إقرار كل هذه المواضيع التي حازت على التوافق، قال إن الحكومة هي تسير عمل السلطة الإجرائية وتناط بها اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية مع خلو سدة الرئاسة. سلام قال أيضا إن التواصل يجري بين الجيش اللبناني والسلطات الفرنسية بشأن الهبة السعودية للجيش اللبناني. أبرز ما جاء في كلمة سلام في نشرة إخبارية مفصلة، تابعونا.